في يوم من الأيام خرج شاب طالب علم واسمه محمد يتمشى على حافة النهر قرب البساتين، وكان جائع جدا. وبهاي الأثناء لاحظ تفاحة تطفو على ماء النهر، وكان النهر جارفة من بستان على الحافة. أخذ التفاحة وأكل، بعدها انتبه وقال في نفسه ممكن صاحب البستان اللي سقطت منه التفاحة ما راضي. ماذا يفعل؟ صار يتمشى بمحاذاة النهر حتى وصل إلى بستان فيه أشجار تفاح وأغصانه كانت متدلية على النهر. فهم أنه هذا البستان هو مصدر التفاح. دخل إلى داخل البستان وقابل صاحبه، أخبره بالقصة وطلب منه أنه يرضى عنه ويسامحه. صاحب البستان قال لا أرضى عنك إلا بشرط واحد. ما هو الشرط يا عم؟ قال تتزوج ابنتي وهي عمياء وصماء وخرساء ومشلولة. ولأن الشاب كان متقي يخاف الله تعالى وافق. ولما عقد قرانهم ورأى عروسة اتعجب، كانت الفتاة سليمة وبأحسن صورة. راح الوالدة قال يا عم هاي بنتك سليمة على عكس الوصف اللي انت وصفته. ضحك الرجل قال نعم انها عمياء خرساء لأنها لا ترى رجال أجانب وما تتكلم وياه، وصماء لأنه هي ما تستمع للغناء ولا للغيبة، ومشلولة لأنه هي ما تدور بالطرقات. ولما رأيتك أنت شاب مؤمن تبحث عن رضا صاحب هاي التفاحة حتى ترضي رب العالمين، عرفت أنه أنت الشاب اللي تستحق بنتي. فرح الشاب، وكان فقير لكن رب العالمين رزقه فتاة حسنة وصالحة على أمر قد البعض يعتبره بسيط لكن عند الله عظيم. هذا الشاب وافق على شرط صعب جدا فقط حتى يبرئ ذمته أمام الله تعالى، وأن تكون هاي التفاحة لقمة حلال في بطنه. لاحظ اللي يدقق بلقمة الحلال كيف رب العالمين يكافئه. تعرفون نتائج هذا الزواج من هو؟ بهذا الزواج العجيب رب العالمين رزق الشاب محمد بولد اسمه أحمد. ولما كبر أحمد أصبح مرجع زمانه وأستاذ العلماء، ومن شدة صلاحه وتقواه لقب بالمقدس، وهو المقدس الأردبيلي الشيخ أحمد المدفون في حرم أمير المؤمنين عليه السلام. وكما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله العبادة 70 جزءاً أفضلها طلب الحلال، وهاي نتائج الحلال. وأما العكس يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام كسب الحرام يبين في الذريه.